ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة أكلة مصرية أصيلة، حمام وملوخية. هقول كده في الفيديو على شوية تركات كده للحمام انه يطلع حلو كده ومتماسك ومقفول، ما يتفتحش معانا في السوى، وكمان الحشو اللي جوه يطلع مستوي وزي الفل. وهقول برضو على طريقة سهلة قوي للملوخية، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا لكل الناس اللي بتحب الحمام والملوخية. يلا بينا على الوصفة. المقادير بقى اللي عندي: الحمام هو مغسول ومنقوع في مية بخل، بهارات عبارة عن ملح، فلفل اسود، وجنزبيل مطحون، معلقة سمنة كبير، ومعلقة زيت. قطعت الكبد والقوانص بتاعت الحمام عشان احطها في الخلطة، بصلاية مفرومة، والرز بتاع الحمام اللي هحشيه بيه بخمره من ربع لنص ساعة. ادي بقى الحلة اللي هحطها على النار، هحط فيها بصلاية متقطعة وطماطماية، ورق لورا وحبهان، وهحط عليها معلقة ملح وفلفل اسود وجنزبيل مطحون، وهرفعها على النار. ادي الحمام عندي اهو، غسلته ونقعته في مية بخل وملح وليمون، وصفيته ونشفته كويس. وانا بغسله حاولت ان انا افصل بقى الجلد عن اللحم كده، بس بطريقة بسيطة كده وبالراحة خالص وعلى مهلكه عشان ما يتفتحش معاكو. قطعت الكبد والقوانص اهو، وادي الرز متخمر من ربع لنص ساعة. هجيب بقى بولة كبيرة كده وهحط فيها البصلاية المفرومة عندي، وهحط عليها الملح والفلفل الاسود ومعلقة الجنزبيل المطحون، معلقة صغيرة يعني منه، وبعد كده هتعكهم كويس بقى زي ما انتوا شايفين كده خلاص، وهحط عليهم الكبد والقوانص وهقلبهم فيهم كويس. بعد كده هجيب بقى الرز بعد ما صفيته كويس اهو، شكله بعد ما اتنقع وتصفى كويس خالص، وهقلبه بقى على الخلطة اللي عندي دي. وبعدين هجيب معلقة السمنة، ممكن تحطوا زبدة، ممكن تحطوا زيت، بس زي ما تحبوا، بس انا بحب استخدم السمنة الفلاحي، بتدي ريحة وطعم حلو قوي للحمام. ادي الخلطة بعد ما زبطتها كده وقلبتها كويس. دي اول حمامة هي معايا، بعد ما غسلتها وصفتها كويس ونشفتها وخليت الجلد كده عن اللحم، بعمل طبعا وانا بغسله كده بحاول ان انا افرقه عن بعضه كده بالراحة. بحط اول حاجة بقى الرز بين الجلد واللحم. اول بقى تركة كده معايا علشان برضو الحشو يستوي والحمام ينجح معايا وما يتفتحش في النار، ان انا مملاش الرز على الاخر، احط كمية رز مناسبة كده واسيب فراغ علشان يستوي وياخد راحته. الرزاية طبعا بعد ما تستوي بتبدأ تاخد حجم اكبر من حجمها، فانا اعمل حساب كده اسيب فراغ كده بين الرز والجلد، وبعدين احشيها بقى من جوه. والرجل دي ابدأ ان انا احطهم في بعض كده علشان اقفل الحمامة من تحت، وخلاص كده الحمامة دي جاهزة عندي، وهعمل باقي الحمام زي دي بالظبط. الحمامة اهو خلاص عملت الكمية كلها عندي اهي. انا في حمامة وانا جايباها من عند محل الطيور، كان فيها اصلا خرم زي كده. طيب انا اعمل ايه بقى في الموضوع ده؟ انا لو حطيتها كده على النار ممكن تتفتح معايا؟ لا، في حل كويس جدا، وممكن يبقى بديل كمان للناس اللي بتخاف ان الحمام يتفتح معاهم. انا هحط الحمامة اللي فيها خرم دي وهقفل عليها في ورق فويل، وهقفلها كويس من الجناب، هتستوي من غير ما تتفتح معايا بقى ان شاء الله. وممكن يا جماعة الناس اللي بتخاف ان هي تحط الحمام كده على طول في المية يعملوا الحركة دي، هتنجح قوي معاهم. فوض معايا شوية خلطة كده من بتاعة الحشو الحمام، برضو مش هرميها ولا استغنى عنها، انا هجيب ورقة فويل وهفردها عليها وهقفلها من كل الجناب كده، وهحطها برضو في الشوربة بعد ما الحمام يستوي، هتستوي وتبقى زي الفل، مش هنرمي حاجة خالص. الورق الفويل ده يا جماعة حلو قوي للناس بقى اللي هي يعني مش متمكنة شوية في حشو الحمام، او مليناه زيادة عن اللزوم، نلفه كده ونحطه في المية، مش هيتفتح معانا خالص. ادي المية بعد ما غلت، لازم اتأكد ان المية خلاص غلت ووصلت درجة الغليان دي، هحط بقى فيها الحمام. وبعد ما انزل بكمية الحمام كلها انا هوطي النار خالص على يعني اقل حاجة في البوتاجاز عندي، وبعدين هقفل الحلة على الحمام.
يعني يا دوب كده بس يفور يعني حاجة بسيطة قوي، وهسيبه يستوي براحته جدا ومش هفتح عليه تاني. بعد حوالي كده ساعة، ساعة الا ربع، خلاص الحمام استوى عندي اهو، ما شاء الله طالع كله مقفول وما فيش حاجة اتفتحت معايا. ده طبعا علشان انا هديت النار خالص عليه. طب بعرف ان استوى لما بقطم جناحه كده ويتقطم معايا بسهولة. خلاص كده الحمام استوى، واتأكد ان كمان الرز استوى معايا. دي الحمامة بقى اللي كان فيها خرم صغير في جلدتها من فوق، انا لفيتها كده في ورق الفويل ده، هفتحها معاكم بس هي سخنة شوية. اهي فتحتها اهي، ما شاء الله طلع حلو قوي وما اتفتحتش معايا ولا اي حاجة خالص. مهم برضو ان احنا نوطي النار على اخر حاجة في البوتاجاز ونسيب الحلة مقفولة على الحمام. بعد كده بقى هجيب حاجة الملوخية. في الهون فلفلاية متقطعة، عندي ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، معلقة شطة صغيرة، وطماطماية مبشورة ناعم شلت القشر منها، دي معلقة ثوم مفروم، معلقة كزبرة، معلقة كمون، وعندي الملوخية ناشفة. لو عندكم ملوخية خضراء تمام. اول حاجة هعملها كده هجيب بقى الفلفل اللي في الهون وهحط عليه الملح، كمون، كزبرة، معلقة الشطة، وهنعمهم خالص في الهون. ده شكلهم بعد ما ناعم. وهاجي بقى على النار، هجيب حلة كده وهسخنها الاول، وبعد كده هحط فيها معلقة سمنة. خلاص اول ما اتأكد كده ان السمنة ساحت خالص في الحلة، هجيب بقى الفلفل اللي انا طحنته كويس ده، مفروم كويس بكل البهارات بقى اللي عليه، وهحطه في معلقة السمنة دي وهشوحه كويس لحد لما اشم ريحة البهارات طلعت. بعد ما بشوحه كويس كده وبشم ريحة بقى كل البهارات طلعت، الكمون والكزبرة معايا ومعلقة الشطة اللي فيها، الشطة ده اختياري يا جماعة، للي مش عايز حراق ما يحطهاش، هنزل عليها بالطماطماية المبشورة. ادي وهستنى لما تتسبك. خلاص اتسبكت اهي عندي، هحط عليها بقى شوربة الحمام. اول ما بتغلي هنزل عليها بالملوخية الناشفة. لو انتوا بتفضلوا الملوخية الخضرة اللي تحبوه، هي نفس الطريقة اللي انا بعملها. بعد كده بقى هجيب طاسة كده على النار وهحط فيها معلقة سمنة، وهعمل بقى طشرة الملوخية اللي هي عبارة عن معلقة ثوم مفروم والكزبرة والكمون، احمرهم كويس قوي لحد لما يبقى لونهم اصفر كده وحلو، لو اكتر من كده هيتحرقوا معايا. وهنزل على الملوخية، وكده خلاص الملوخية عندي جاهزة. كده خلاص الملوخية جاهزة والحمام بعد ما استوى. جبت طاسة على النار وحطيت فيها نقطتين زيت وحمرته بقى من كل الاتجاهات كده. ممكن تحمروه في سمنة لو انتوا حابين، او زبدة زي ما تحبوا طعمه يطلع معاكم. وادي الملوخية بعد ما غرفناها، الحمام طالع حلو قوي. يعني اهم حاجة التركات اللي قلنا عليها، ما نملاش الرز قوي، نهدي النار عليه جدا عشان يطلع حلو ومتماسك معانا. هفتح واحدة معاكوا اهي، الرز مستوي جدا واللحم كمان مستوي والحمامة دايبة خالص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.